silence. هذا هي حال المدنيين في مدينة صفرة. وين كنت انت عمو لما ضرب عليكم بشار اسد؟ كنا قاعدين بالمحل ما لقينا غير صار يضربنا. شو مساوي له انتو لبشار اسد حتى ضربكم؟ في عندكم سلاح؟ انتو في عندكم هون مثل ما بيقول هو ارهابيه؟ لا انتو طالعين مظاهره شيء؟ لا كنا ما عاملين شيء، كنا قاعدين بس عم نشتغل، ما لقينا غير نفس الصاروخ عندنا بالمحل كمان. الحمد لله على السلامه. صار القصف اهم شيء على المدنيين الاكثر في مدينه صفرة. الله اكبر الحمد لله. 25 ساعه قدام قفار مدينه صفرة. هذا هو آثار الدم والخراب الذي خلفه في إصابات الطاغية على المدينة.